بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميع المشاهدين جميع المتابعين، تحية مسائية مفعمة بعبق الجمال والروعة نقدمها لكم أينما كنتم تتابعون برنامج المسابقة العمانية وتشاهدون الشاشة الجميلة لتلفزيون سلطنة عمان، أو أيضا تستمعون إلينا عبر الأثير عبر التردد 106.5. أمسية جديدة وليلة أخرى جميلة إن شاء الله تعالى، كذا مع المعلومات القيمة المفيدة الوطنية في مختلف المجالات ومع أجواء كذا من الإثارة والتشويق نقضيها في حلقة اليوم من برنامج برنامجنا في هذا الأسبوع. تابعونا والبداية ستكون بعد الفاصل. للمشاركة والفوز في المسابقة العمانية أرسل اسمك الثلاثي على الأرقام التالية: ياكم من جديد مشاهدينا، الأرقام المشاركة: عمان تل 90128، النورس 90679، وأيضا فرندلي 90128. نسعد بجميع المشاركات. إرسال رسالة نصية قصيرة إلى الأرقام التي ذكرتها قبل شوي وظهرت على الشاشة وستظهر أيضا تباعا في حلقة اليوم، نقوم بعملية الفرز ومن ثم الاتصال بكم. المتصل لديه سؤالين: السؤال الأول بقيمة 50 ريال عماني، إن أجاب الإجابة الصحيحة يربح معنا المبلغ 50 ريال عماني، أو أيضا بإمكانه ينتقل إلى المرحلة الثانية بمبلغ وقدره 100 ريال عماني إن أجاب وتوصل للإجابة الصحيحة، ولكن إن أخفق في التوصل إليها مباشرة يخسر مبلغ 100 ريال عماني. دائما نكرر ونجدد ونذكر وننوه دائما أن في برنامج المسابقة العمانية المعلومة العمانية الوطنية المفيدة هي الأساس، هي المقصد، هي المطلب الأساسي معنا في برنامجنا. إذن على بركة الله نبتدي أمسية الليلة مع برنامج المسابقة العمانية ونقول لسند الهاشمي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معانا يا سند. مرحبتين. كيف أمورك؟ الحمد لله تمام. من وين تكلمنا يا سند؟ والله من رستاق. من ولاية رستاق بمحافظة جنوب الباطنة. أول متصل في حلقة اليوم، مستعد وجاهز؟ مستعدين إن شاء الله. خلك كذا مركز يا سند، ما نريد نخسرك يا أول متصل في حلقة اليوم، نتمنى أنك تربح معانا المبلغ سواء 50 ريال عماني أو أيضا 100 ريال عماني. إن شاء الله. نشوف إذا المجالات، نتابع على رب بركة الله وبسم الله. نشوف أول سؤال في حلقة هذا الأسبوع من برنامج المسابقة العمانية وسؤالك في العلوم. نشوف السؤال ويا بعد كذا مع جميع المشاهدين. تعتبر أسماك البوري من الأسماك المنتشرة في المياه البحرية العمانية، فما الاسم المحلي لها؟ تعتبر أسماك البوري من الأسماك المنتشرة في المياه البحرية العمانية، فما الاسم المحلي لها يا ترى؟ هيا سند حاول تفكر، ويا ليت لو حد جنبك يساعدك، مسميات جدا كثيرة. البوري؟ ايوه، شو اسمها المحلي؟ والله يمكن الدوك. أعطيني الاسم من جديد. الدوك الدوك. حاول تفكر، أنا أعطيك اسم مثل البياح. البياح، العنوب، الدوعة، الكشيرية وأسفيطي هي الإجابة الصحيحة. عموما ما علي سند، يعني ما حالفك الحظ هالمرة في أنك تتوصل للإجابة الصحيحة، ولكن ما عليه، يعني المعلومة المفيدة هذه تكون في رصيدك. البياح، العنوب، الدوع، القشيرية، أسبيطي هي يعني مسميات محلية من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة لأسماك البوري المعروفة طبعا والمنتشرة في المياه البحرية العمانية مثل ما ذكرت في السؤال. احنا متواصلين ومستمرين معاكم ونتلقى أيضا المتصل أو المتصلة القادمة جواهر الفارسية. ومساءك خير يا جواهر. مساء النور. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معانا من جديد. الله يحييك. سبق لك وشاركتي معانا صح؟ ايوه. من وين تكلمين يا جواهر؟ من محافظة الظاهرة. من محافظة الظاهرة، تحديدا من اي ولاية؟ عبري. من ولاية عبري، حياك الله يا جواهر. المرة الماضية ربحتي او خسرتي المبلغ؟ لا ربحت. ربحتي، وإن شاء الله تعالى اليوم أيضا تربحي معانا المبلغ إن شاء الله بإذن الله. إذا نشوفي بعد كذا المجالات.
نتمنى يا جواهر تكوني أول متصلة في حلقة اليوم تربح معانا مبلغ، كون أن سند ما توصل للإجابة الصحيحة وسؤالك في التراث. نشوف سؤالك. سفينة للصيد والنقل، سطحاها الجانبيان مستقيمان وتتسم بالخفة في آخرها لوجود الخزن في منتصفها، ما اسمها؟ الغنجة أم البدن أم الشاشة؟ البدن. البدنة. حييكي، إجابتك صحيحة فعلا، إجابتك صحيحة، وخمسين ريال عماني في رصيدك يا جواهر، مواصلة للمية أو مكتفية بهذا المبلغ؟ لا إن شاء الله مواصلة. مواصلة. إذن شوفي بعد كذا سؤالك الثاني، انتابع سؤال جواهر، ونتمنى تكون أول متصلة تربح معانا مبلغ 100 ريال عماني في حلقة هذا الأسبوع. إذن سؤالك راح يكون هالمرة في الفنون. سؤالك، خلينا نشوف السؤال. فن تقوم به النساء في صفين متقابلين، وراء كل صف شاعر يتبادلان الشلات بمصاحبة آلة القرحاف، ما اسمه؟ بن عبادي أم النانا أم شحشح؟ شحشح. بن عبادي والنانا وتشحشح. بن عبادي. بن عبادي. ليش مترددة يا جواهر؟ إجابتك فعلا صحيحة، 100 ريال عماني تربحي معانا في برنامج المسابقة العمانية كأول متصلة في حلقة هذا الأسبوع. اسمك الثلاثي؟ جواهر علي ناصر فارسي. شكرا، شكرا لك يا جواهر، بارك الله فيك، ومبارك لك ال 100 ريال عماني. أنا بأمانة أسعد بجميع المشاركين، وخاصة اللي يربحوا معانا مبلغ سواء 50 ريال عماني أو 100 ريال عماني، فقط نتمنى التركيز من جميع المشاركين معانا في حلقة اليوم. الفكرة العامة مثل ما دائما نكررها، كل ما أرسلت أكثر كل ما كانت فرصتك أكبر للمشاركة والحضور معانا في برنامج المسابقة العمانية، ولذلك احنا دائما نشوف أصدقاء البرنامج مستمرين ومتواصلين وحاضرين معانا بشكل دائم معنا في البرنامج. 90128 لعمان تل، 90679 للنورس، و 90128 لفرندلي. ونقول لرجاء الجابرية مساء خير. الو، السلام عليكم. يا مرحبا وسهلين وحياك الله يا رجاء. اهلين، كيف حالك؟ الحمد لله. اول مشاركة لك في برنامجنا؟ نعم. ما شاء الله، وان شاء الله تعالى ما راح تكون الاخيرة ان شاء الله. من وين تكلمينا؟ من ولاية سيب. من ولاية سيب بمحافظة مسقط. خلينا نشوف بعد كذا سؤالك، في اي من المجالات؟ نتابع. نعم. المجالات، في أي من المجالات يا ترى راح يكون سؤالك؟ ناخذ هالمرة نشوف في العلوم. إذن سؤالك هالمرة في العلوم. نعم. تسمعيني يا رجاء؟ نعم. ما نوع البوم الموجود في صحراء جعلوني وجبل قطار؟ هل البوم الصقري الفرعوني أم البوم الصقري المنقط أم البوم قصير الأذن؟ البوم الصقري الفرعوني. البوم الصقر الفرعوني. بأمانة أحييك 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 يا رجاء، فعلا هي الإجابة الصحيحة. مواصلة للمرحلة الثانية أو مكتفية بالمرحلة الأولى؟ مواصلة إن شاء الله. أحييك إذا مجددا، نشوفي بعد كذا سؤالك في المرحلة الثانية، نتابع يا رب يعني. نعم. يكتب لك أيضا التوفيق وأنك تتوصل للإجابة الصحيحة في سؤالك الثاني. سؤالك في التراث هالمرة، سؤالك في التراث، خلينا نشوف ويا بعد كذا السؤال. في أي ولاية بمحافظة مسقط يوجد حصن صنب الأثري؟ هل في ولاية بوشر أم ولاية مطرح أم ولاية قريات؟ بوشر. في ولاية بوشر. بوشر. نشوف حصن صنب هي الأثري موجود فعلا في ولاية بوشر. 100 ريال عماني إذا ربحتي معاني يا رجاء. اسمك الثلاثي؟ رجاء بنت هلال بن محمد الجابرية. بارك الله فيك يا رجاء، شكرا لك وعلى المشاركة معنا في برنامجنا 100 ريال عماني. مستمرين أيضا مع الجميع، ونقول لإبراهيم الكندي مساءك خير يا إبراهيم. مساءك نور أستاذي. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا في برنامج المسابقة العمانية. الله يحييك. من وين تكلمنا؟ من ولاية نزوة. من ولاية نزوة بمحافظة الداخلية. يا إبراهيم يعني أنت متابع بشكل دائم للبرنامج؟ أكيد أكيد. كيف اللي شايف الأسئلة بشكل عام؟
والله يا اسئله متوسطه نوعا ما يعني. يعني بما انها مسابقه اذا شيء طبيعي تكون هناك اسئله سهله متوسطه وصعبه، ولكن دائما نهدف يعني من خلال هذه الاسئله استرجاع واستذكار هذه المعلومات. ابراهيم نشوف بعد كذا المجالات. مستعد يا ابراهيم؟ مستعد. اذا نشوف بعد كذا سؤالك، خليك مركز. سؤالك في التاريخ. سؤالك في التاريخ نشوف بعد كذا السؤال، في اي قرن ميلادي توفي الفقيه والشاعر بوسعيد البوسعيدي صاحب منظومة غرة الأفكار؟ هل في السادس عشر أم الثامن عشر أم العشرين؟ هاي إبراهيم. القرن الثامن عشر. الثامن عشر، ليش متردد؟ أنا حاسس أنك متردد في الإجابة. عموما إجابتك صحيحة، 50 ريال عماني إبراهيم في رصيدك. مواصل للمية؟ هي اكيد ان شاء الله. والله احييك. اذا نشوف بعد كذا سؤالك في الثاني، في المرحله الثانيه لابراهيم الكندي. سؤالك هالمره راح يكون في الثقافه العامه، خليك مركز مركز ومصحصح يا ابراهيم. ان شاء الله ان شاء الله. سؤالك في اي عام انضمت السلطنه الى البنك الدولي؟ هل في عام 1971 1981 1991؟ هاي ابراهيم. 1981. عندك الوقت فكر، يعني من مده جدا طويله يعني بعد عن اللي ذكرتها. 1991 اتوقع. يعني من بدايات النهضه المباركه وكذا. اعطني اجابتك اذا يا ابراهيم. 71. نشوف نشوف. اذا اجابتك فعلا فعلا صحيحه 1971. يعني لابراهيم ولجميع المتصلين التركيز التركيز قدر الامكان. ابراهيم اسمك الثلاثي؟ ابراهيم بن سعيد بن سليم كندي. شكرا لك يا ابراهيم، مبارك لك ايضا 100 ريال عماني، شكرا لك. احنا مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا ومتابعينا ومستمعين ايضا عبر الاثير عبر التردد 106.5. نتمنى من جميع المشاركين جميع انهم يعني ما يجاوبوا يعني يجاوبوا قدر الامكان قبل انتهاء الوقت، وايضا ما يستعجلوا بتاتا ابدا في اعطاء الاجابه اللي يعتقدوا انها اجابه صحيحه. مستمرين ايضا ونقول هالمره لسالم. سالم الرئيسي. سالم الرئيسي السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال يا سالم؟ الحمد لله. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا في برنامجنا. الله يحييك. من وين تكلمنا؟ اكلمك من ولايه شناص في شمال الباطنه. من ولايه شناص بمحافظه شمال الباطنه، حياك الله وحيا الله بجميع المشاركين من ولايه شناص. حياك الله. يا متابع بشكل دائم للبرنامج يا سالم؟ اي نعم متابع بشكل دائم اخوي. اول مشاركه لك هذه؟ لا ثاني مشاركه. ثاني مشاركه، المره الماضيه كيف كان حظك؟ كان حظي استربحت 50 ريال اول سؤال. ما شاء الله، وان شاء الله تعالى اليوم ايضا تربح معنا مبلغ معين. الله يخليك. نشوف ويا بعض كذا سالم. نتابع سؤالك. تفضل. سؤالك راح يكون هالمره، خلينا نشوف. اذا سؤالك في التراث. ان شاء الله. سؤالك في التراث، سؤالك هو: يعد التروي من أسرة الأطفال التقليدية والمصنوعة من الغاف وسعف الغضف، ففي أي محافظة ينتشر استعماله؟ هل في محافظة الوسطى أم محافظة الداخلية أم محافظة مسندم؟ في محافظة مسندم. عندك الوقت فكر، عندك محافظة الوسطى وعندك أيضا محافظة الداخلية وعندك محافظة مسندم. إذا نشوف محافظة الوسطى. محافظة الوسطى. إذا إجابتك فعلا صحيحة، 50 ريال عماني ربحت معنا يا سالم. المرة الماضية 50 ريال عماني. حاب تتوج هالمشاركة لل100 ولا كيف يا سالم؟ نتوج المشاركة ما فيها مشكلة. إذا ننتقل للمرحلة الثانية. نعم تفضل. نشوف ويا بعد كذا سؤالك إذا يا سالم، نتابع. الله يخليك. نشوف. يعني اتمنى ترى يا سالم ال100 افضل من 50، فزين انك يعني تشارك المره يعني المرحله الثانيه تنتقل. الله يخليك. طبعا سؤالك نشوف في الجغرافيا، في اي ولايه يوجد وادي القروع؟ هل في ولايه العوابي ام ولايه القابل ام ولايه خصب؟ حاول تفكر يا سالم. وادي القروع وين موجود؟ في ولايه العوابي ام ولايه القابل ام ولايه خصب؟
في ولايه القابل. عندك الوقت وهي من محافظه جنوب الباطنه. يلا على السريع عطنا الاجابه يا سالم. اول اجابه ولايه العوابي. عندك الاول اجابه هي ولايه العوابي. 100 ريال عماني ربحت معانا يا سالم. اسمك الثلاثي. اسمك الثلاثي يا سالم. سالم علي خلف الرصي. شكرا لك على المشاركه يا سالم، وانا احييك واحيي ايضا الطفل الموجود معاك. شكرا لك على المشاركه، وطبعا في برنامجنا في حلقه هذا الاسبوع احنا مستمرين ايضا ومتواصلين معاكم لجميع المشاهدين، جميع المتصلين من مختلف ولايات ومحافظات السلطنه في برنامج المسابقه العمانيه. ونقول لمجد الصوافيه السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا وسهلين بمجد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. المرة الماضية شاركتي معنا في الأسبوع الماضي؟ لا الأسبوع اللي قبله. اللي قبله، ما شاء الله عليك يا مجد، حياك الله معنا في برنامج المسابقة العماني. وين تكلمينا؟ من عبري. من ولاية عبري بمحافظة الظاهرة. نشوف هي بعد كذا المجالات، نتابع المجالات يا مجد، خليك كذا مركزة. نشوف هي بعد كذا السؤال. سؤالك في الفنون. سؤالك في الفنون: يعد فن بوزلف من الفنون التي تؤديه النساء بمشاركة الرجال في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، أم شمال وجنوب الباطنة، أم شمال أم الظاهرة والبريمي؟ شمال وجنوب الشرقية. شمال وجنوب الشرقية. على طول ما شاء الله عليك توصلت الإجابة الصحيحة. 50 ريال عماني يا مجد. مواصلة للمئة أو مكتفية بهذا المبلغ؟ لا اكتفي. مكتفية. إذا اسمك الثلاثي من فضلك. مجد سالم سلم صوافي. شكرا لك يا مجد، بارك الله فيك، أحسنتي. احنا مستمرين أيضا معاكم مشاهدينا ومتابعينا في برنامج المسابقة العمانية، مجالات مختلفة في التاريخ، في الجغرافيا، في الفنون، في التراث، وأيضا في الثقافة العامة. مستمرين ونقول ل فاطمة الغدانية. السلام عليكم يا فاطمة. كيف الحال؟ الحمد لله بخير. حياك الله ومرحبا بك معنا. من وين تكلمين يا فاطمة؟ من الشيخ. اتمنى فقط انك تخفض على صوت التلفاز وتسمعين من سماعة الهاتف. ان شاء الله. هيا فاطمة جاهزة الحين؟ عارفة نظام وطبيعة المسابقة؟ إذا نشوفي بعد كذا المجالات، ومجددا أتمنى أنك تخفض على صوت التلفاز. إن شاء الله. نشوف سؤالك يا فاطمة في أي من المجالات. إذا سؤالك في التاريخ. نشوف سؤالك في التاريخ. سؤالك: مدرسة فقهية فلسفية شكلها جاعد بن خميس الخروصي وبرز فيها في السلوك أبو مسلم البهلاني، هل المدرسة البونبهانية، أم المدرسة الرستاقية، أم المدرسة النزوانية؟ الأولى، المدرسة البونبهانية. البونبهانية. فعلا فعلا إجابتك صحيحة. 50 ريال عماني. مواصلة للمئة أو مكتفية بالخمسين يا فاطمة؟ مواصلة. مواصلة. أحييك. إذا شوفي بعد كذا سؤالك، أحيي فيك روح التحدي والإصرار، وأحييك أيضا على أنك توصلتي مباشرة للإجابة الصحيحة مباشرة. نشوف هي بعد كذا سؤالك الثاني. نتابع مع جميع المشاهدين وأيضا مع جميع المستمعين. سؤالك راح يكون في العلوم. سؤالك في العلوم بعد ما كان في التاريخ. هالمرة سؤالك يقول: ما نوع التربة التي تكون حوالي 42% من مجمل أرض عمان؟ هل الانتيسونز، أم الريدي سونز، أم الانسبتي سولز؟ الانتي سولز، الريدي سولز، الانسبتي سولز. الإجابة الأولى فعلا إجابتك صحيحة، وتوجد أصلا في الرواسب المائية الحديثة التكوين والرمل المنقولة بالرياح. إجابتك صحيحة، 100 ريال عماني. تحية لكل الموجودين معاك. اسمك الثلاثي يا فاطمة. فاطمة راشد محمد غدان. شكرا لك، بارك الله فيك. بأمانة شيء جميل، يعني خلينا نقول 1 2 3 4 5 متصلين يربحوا معانا 100 ريال عماني على طول وبشكل متتالي. فقط مجد الصوافية ربحت معانا 50 ريال عماني، ونتمنى أيضا من لميس الجابرية أيضا تربح معانا مبلغ. السلام عليكم يا لميس. عليكم السلام. كيف الحال؟ كيف حالك؟ الحمد لله تمام. يا مرحبا وسهلين وحياك الله يا لميس. أهلين. من وين تكلمينا؟
مولاد جعلان بني بو علي. من مولاد جعلان بني بو علي، عارفة نظام وطبيعة المسابقة؟ أيوة عارف. إذن نشوف يا بعد كذا المجالات، نتابع مجالاتك يا لميس، خليك كذا مركزة ويا رب إنك تتوصل للإجابة الصحيحة ويكون سؤالك سهل. إذن سؤالك في الثقافة العامة، نشوف سؤالك. سؤالك في الثقافة العامة: مجلس تأسس عام 1998 ميلادي يعنى برسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد، ما اسمه؟ مجلس البحث العلمي أم مجلس التعليم العالي أم مجلس الاعتماد؟ الإجابة الأولى. عندك مجلس البحث العلمي وعندك مجلس التعليم العالي وعندك مجلس الاعتماد، وأتمنى أنك تركزي على السؤال. التعليم العالي. مجلس التعليم العالي، إجابتك صحيحة أيضا يا لميس. 50 ريال عماني، مواصلة للمئة أو مكتفية بالخمسين؟ إن شاء الله نواصل. تواصل. إذا نشوف يا بعد كذا سؤالك الثاني، نتابع سؤالك الثاني يا لميس، نشوف في أي من المجالات يا ترى راح يكون سؤال لميس هالمرة بعد ما كان في الثقافة العامة سؤالك في التراث. إذا نشوف: وعاء سعفي صغير من الخوص المجدول المخيط بحبل الليف لحفظ الحلوى العمانية، ما اسم هذا الوعاء يا لميس؟ يعني وعاء سعفي صغير من الخوص المجدول المخيط بحبل الليف لحفظ الحلوى العمانية، ينتشر استعماله في عدد من الولايات السلطنة مثل بركة وبهلة. هيا لميس، مسميات مختلفة. عندك التغليفة على سبيل المثال، أعطينا المسميات البقية. القزقوزة، السلكة والخصفة. السلكة والخصفة هي الإجابة الصحيحة، مسميات مختلفة ومتعددة. يعني في حاولنا دائما نذكر أيضا جميع المشاهدين أنه نحاول قدر الإمكان ندرك هذه المسميات في السؤال المطروح، لأنها تختلف نوعا ما من ولاية إلى ولاية ومن محافظة إلى محافظة وأيضا من قرية إلى قرية أخرى في سلطنتنا الحبيبة الغالية. ونحيي بعض أيضا المتصلين اللي دائما أيضا يذكرون لبعض المسميات اللي إحنا قد لم ندركها أيضا في السؤال المطروح. عموما شكرا للجميع، وشكرا أيضا للميس على المشاركة، ونتمنى أن هذا الإجابة تكون في رصيد معلوماتها. مستمرين أيضا ومتواصلين هالمرة، نقول ل عبد الله المحاجري. السلام عليكم يا عبد الله. وعليكم السلام، مساء الخير، كيف الحال؟ مساء النور والسرور، يا مرحبا بك عبد الله معنا. يا مرحبا سيف الفوري، حياك الله. الله يحييك إن شاء الله تعالى، وسعيدين سعيدين جدا بمشاركتك يا عبد الله معنا من جديد. وانا اسعد صراحه، يعني افتقدناك مده طويله يا عبد الله، ما كنت موجود معانا، يعني كنت معانا حاضر بشكل اسبوعي، لربما ان الحظ ما حالفك، يعني انك تكون حاضر. الدراسه صراحه اشغلتنا الدراسه والاختبارات. سبحان الله. اذا نتمنى لكم كل التوفيق، نتمنى ايضا التوفيق لجميع الطلبه والطالبات في مختلف محافظات السلطنه. عبد الله من وين تكلمنا؟ جعلان بني بو علي، حاليا محافظه مسقط. ما شاء الله، الله يحفظك ويطول بعمرك يا عبد الله. نشوف يا بعد كذا سؤالك في أي من المجالات راح يكون، تتمنى أي من المجالات يظهر لك؟ كل خير منكم صراحة. الله يسعد أيامك، الله يسعد أيامك يا عبد الله. سؤالك في الثقافة العامة، تفضل. سؤالك دام فضلك، سؤالك هو: جمعية أشهرت عام 2009 ميلادي تعنى بحماية الطفل من جميع أشكال الإساءة والمعاملة غير العادلة، ما اسم هذه الجمعية؟ جمعية شو اسمها؟ استنبطها من خلال مسمى موجود داخل السؤال. جمعية شو اسمها؟ عيد السؤال لو سمحت. جمعية أشهرت عام 2009 ميلادي تعنى بحماية الطفل من جميع أشكال الإساءة والمعاملة غير العادلة، جمعية شو اسمها؟ جمعية حقوق المعاقين. لا لا، عندك ذوي الاحتياجات الخاصة. عندك حماية الأطفال يا عبد الله. جمعية حماية الأطفال يا عبد الله، انا اقول لك ركز في حمايه الاطفال، هي جمعيه الاطفال اولا هي الاجابه الصحيحه. يعني جمعيه يعني الاطفال اولا هي الاجابه الصحيحه، وانا قلت لك يا عبد الله ركز في السؤال المطروح. عموما ما عليه، شكرا لك على المشاركه وعلى المحاوله، احنا مستمرين ومتواصلين مع الجميع. اتمنى 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 من الجميع التركيز قدر الامكان والاستطاعه في السؤال المطروح.
ومثل ما ذكرنا ايضا في من خلال الاسئله اللي يعني يتطلب فيها السؤال ذكر جمعيه او لجنه او هيئه معينه، الاسم كاملا صحيحا بدون اي نقصان في الاسم. مستمرين؟ اذا احنا متواصلين ايضا مع جميع الاحبه المشاركين. 90128 عمان تل، 90679 نورس، و 90128 فريندلي. مستمرين اذا عبد الله المحاجر للاسف الشديد ما حالفه الحظ. نقول الحين ل سعاد. سعاد الجابريه. السلام عليكم يا سعاد. وعليكم السلام. حياك الله معانا يا سعاد، كيف حالك؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معانا. الله يحييك. يا سعاد اتمنى انك تخفض على صوت التلفاز من فضلك وتسمعيني من سماعه الهاتف. سلام. اول ما تكوني جاهزه خبريني علشان ندخل مباشره في المجالات. طيب. هاي سعاد. ايوه. نبدا ان شاء الله تعالى بسم الله نشوف هي بعد كذا مجالاتك. نتابع السؤال سعاد في اي من المجالات؟ في الجغرافيا. سؤالك في الجغرافيا سعاد. سؤالك في أي ولاية يوجد جبل الشيبة؟ هل في ولاية سدح أم ولاية وادي بني خالد أم ولاية نخل؟ جبل الشيبة وين موجود؟ عندك ولاية سدح وعندك نخل. ولاية وادي بني خالد وعندك أيضا ولاية نخل. ما شاء الله عليك ولاية نخل فعلا إجابتك صحيحة. 50 ريال عماني ربحتي معانا يا سعاد. مواصلة للمية أو مكتفي بهذا المبلغ؟ ان شاء الله نكمل. ان شاء الله تعالى اذا نشوف بعد كذا سؤالك، خليك مركزه مثل ما كان في السؤال الاول. نشوف بعد كذا سؤالك يا سعاد. سؤالك راح يكون في الثقافه العامه. سؤالك هو نشوف. سؤالك سهل يا سعاد. في اي عام تم افتتاح جامع السلطان قابوس الاكبر؟ اعطيك الاختيارات ولا ما يحتاج؟ 2005 2001 وعندك 2003 وعندك 2005. 2001. 2001 فعلا بدون تردد، 2001 فعلا هي الإجابة الصحيحة. 100 ريال عماني ربحتي معانا يا سعاد. مواصلة للمية أو خلاص ربحتي معانا 100 ريال. إذا اسمك الثلاثي الحين. سعاد محمد سالم الجابرية. شكرا لك يا سعاد. 100 ريال عماني أيضا لسعاد. ما شاء الله الحين أكثر من شخص ربحوا معنا اليوم مبلغ 100 ريال عماني. مستمرين ومتواصلين مع جميع الأحبة المشاهدين والمستمعين. فقط فاصل قصير وبعدها نرجع معكم ونتابع أمسية الليلة من برنامج المسابقة العمانية. كونوا في القرب. الفخر يا قابوس من كبتدينا.
للمشاركة والفوز في المسابقة العمانية. أرسل اسمك الثلاثي على الأرقام التالية. فلتفخري يا عمان اليوم وابتهجي، جئنا جميعا نصوغ المجد مؤتلقا، جئنا نسطر للتاريخ ملحمة أخرى تشق عباب البحر والأفق، نسترفد العزم والإصرار من سلف تاريخهم جاوز العلياء وانطلقا، في عهد قابوس فيض العلم ننهله نورا يباركه الرحمن ما طفقا. إذن مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا، قبل الفاصل أغنية وطنية جميلة في حب القائد والوطن. الله يديم حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ويجعله دائما وأبدا ذخرا لهذا الوطن الغالي العامر الشامخ. احنا مستمرين أيضا في برنامج المسابقة العمانية اللي من خلال أسئلتنا المطروحة نحاول قدر الإمكان إعطاكم كذا يعني معلومات ثقافية وطنية في مختلف المجالات، سواء مثل ما ذكرنا دائما في فواصلنا أن السلطنة تزخر بالعديد من المقومات الطبيعية التاريخية السياحية الجميلة، ونحاول أيضا ونسعى من خلال أسئلتنا استذكارها واسترجاعها. مستمرين وفي برنامج المسابقة العمانية، النصف الساعة الأولى مضت، ننتقل إلى النصف الساعة الأخرى ونقول الآن لمحمد الخاطري. إذا محمد الخاطري السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا يا محمد. حياك الله، الله يسلمك. سعيدين بمشاركتك وبوجودك معنا في برنامج المسابقة العمانية. يا هلا ومرحبتين وحياكم الله. من وين تكلمنا؟ والله من ولاية الحمراء. من ولاية الحمراء بمحافظة الداخلية، متابع بشكل دائم للبرنامج؟ اي نعم. كيف معلوماتك الثقافية شايفها يا محمد بشكل عام؟ والله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، إذا نتمنى يكون سؤالك سهل، خليك كذا متفائل. نشوف في بعض كذا المجالات، نتابع سؤالك في أي من المجالات يا ترى راح يكون؟ سؤالك راح يكون في العلوم. سؤالك في العلوم، نتابع سؤالك بعد طبعا نصف الساعة الأخرى. الحين نشوف السؤال، ما نوع السهل الذي يصنف وفقه سهل مرباط حسب التباين الفيزيوغرافي؟ هل السهول التراكمية أم سهول التعرية أم السهول الرسوبية الساحلية؟ السهول التراكمية. السهول التراكمية أم السهول التعرية أم السهول الرسوبية الساحلية؟ سهل مرباط. السهول الرسوبية الساحلية. السهول الرسوبية الساحلية، نشوف إذا سؤال إجابتك، نتابع نشوف. للأسف، إذا للأسف إجابتك خاطئة يا محمد، سهول التعرية هي الإجابة الصحيحة. عموما ما عليه، شكرا لك على المشاركة وعلى المحاولة، يعني ما عليه محمد، ما حال في الحظ أنه يتوصل للإجابة الصحيحة. نتمنى المتصل القادم يكون حظه أفضل ويقدر يتوصل للإجابة الصحيحة. نقول لسعيد، سعيد الفراجي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا وسهلين وحياك الله معنا يا سعيد. الله يحييك، كيف حالك؟ طيب الحمد لله بخير ونعمة، ما شاكين، بس فقط أنه نتمنى تكون سعيد اليوم بأنك تربح معنا مبلغ إن شاء الله. من وين تكلمنا؟ والله من ولاية صور. من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، نتابع ويا بعد كذا سؤالك في أي من المجالات تتمنى؟ والله أي إن كان. أي إن كان، نشوف سؤالك في التراث. إذن سؤالك في التراث، نشوف ويا بعد كذا السؤال مع المشاهدين. احتفال تقليدي يقام عند ختم أحد الأطفال القرآن الكريم بإقامة مسيرة يؤدى فيها الدعاء، ما اسم هذا الاحتفال التقليدي؟ يعني مسميات كثيرة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. احتفال تقليدي عند ختم أحد الأطفال للقرآن الكريم، شو اسم هذا يعني الاحتفال التقليدي لما يسوي له المسيرة يا سعيد؟ شو تسمى؟ التومينة أحد المسميات، أعطيني البقية. يعني في الماضي يعني؟ أيوة. انتهى الوقت للأسف. التومينة، التيمينة، التأمينة، الأومين، الختمة، الوهبة، يعني مسميات كثيرة، أكثر من خمس مسميات تقريبا أو ست مسميات
ذكرت في السؤال المطروح. ما عليه سعيد، هالمرة ما كنت يعني ما كان حظك حلو. عموما ما عليه، شكرا لك، ونتمنى لك في الحلقات القادمة والمحاولات القادمة يكون تتوصل للإجابة الصحيحة. مستمرين معكم مشاهدينا ومتابعينا، ونقول هالمرة أيضا لي رحمة الجابرية. السلام عليكم يا رحمة. السلام، كيف الحال؟ الحمد لله. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا. الله يحييك. من وين تكلميني يا رحمة؟ من شرقية جنوب. من جنوب الشرقية، من وين بالتحديد؟ جلال بن أبو علي. أنت متابعة بشكل دائم يا رحمة للبرنامج وحاضرة بشكل أسبوعي؟ أول مرة أشارك. أول مرة تشاركي؟ أيوة. ما شاء الله، إذا لربما يعني مسميات متشابهة. رحمة الجابرية أكثر من مرة كانت حاضرة معنا في البرنامج. ما عليه يا رحمة، أول مشاركة لك في البرنامج، ونتمنى أنه يعني تكلل كذا بتوصلك للإجابة الصحيحة إن شاء الله. نشوف هي بعد كذا إذا سؤالك، نتابع سؤالك يا رحمة. راح يكون في الجغرافيا. إذن سؤالك في الجغرافيا، نتابع السؤال ونشوف سؤالك راح يكون في أي ولاية يوجد خور قرمة؟ ها، ولاية صور أم ولاية القازر أم ولاية صحار؟ خور قرمة وين موجود؟ ولاية صور، ولاية القازر، ولاية صحار. صور. ولاية صور مترددة يا رحمة. إجابتك صحيحة فعلا، إجابتك صحيحة. 50 ريال عماني ربحتي معانا الآن، مواصلة للمية. اسمه خور جرامة. هي خور جرامة اسمه، يعني في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية. على فكرة أنت من جنوب الشرقية، ففعلا يعني توصلت الإجابة الصحيحة. عموما مواصلة للمية أو مكتفية بالخمسين؟ إن شاء الله نواصل. مواصل إن شاء الله. إذا نشوف بعد كذا سؤالك، نتابع سؤالك يا يا رحمة. سؤالك في العلوم، إذن سؤالك في العلوم، تعد مصفاة العبريين من اللوحات الجبلية المتشكلة بواسطة التعرية البحرية أم التعرية الريحية أم التعرية النهرية؟ تعد مصفاة العبريين من اللوحات الجبلية المتشكلة بواسطة التعرية البحرية، التعرية الريحية، التعرية النهرية. ونعتذر من المشاهدين على الخطأ المطبعي. ريحية. عندك التعرية البحرية، وعندك التعرية الريحية، وعندك التعرية النهرية. النهرية. ما أعرفك، أعطيني إجابة أخيرة. البحرية. التعرية النهرية. غيرت الإجابة، ما أعرف الحين. عموما حسبت لك صحيحة يا رحمة، 100 ريال عماني ربحتي معانا. خلاص يعني اعطيني اسمك الثلاثي فقط. رحمة محمد سالم الجابرية. شكرا لك يا رحمة، بارك الله فيكي. 100 ريال عماني اذا ربحت معانا ايضا رحمة من جديد، شكرا لك. متواصلين ومستمرين ايضا مع الجميع، ونقول لرفيدة الثاني مساء الخير. مساء النور. كيف الحال يا رفيدة؟ الحمد لله. يا مرحبا وسهلين، حياك الله معانا. حياك الله. رفيدة من وين تكلمينا؟ من الجبل الأخضر. من الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية، وتحديدا من ولاية نزوة. خبرينا كذا كيف الأجواء معاكم الآن في الجبل الأخضر؟ الحمد لله جميلة، معتدلة. إذا كيف أيضا شايفة يعني معلوماتك الثقافية، بما أنك اليوم أول مشاركة لك في برنامج المسابقة العمانية؟ أيوة أول مشاركة. كيف شايفة المعلومات الثقافية الوطنية بشكل عام؟ جميلة. تستفيدي منها يعني؟ ايوه نستفيد. اذا شوفي بعد كذا مجالاتك، تتمنى من اي من المجالات يظهر لك؟ مجال العلوم. مجال العلوم، ما عليه. نشوفي بعد كذا الحاسب الالي راح يظهر لك، وراح يكون اذا سؤالك في التراث. نشوف سؤالك في التراث يا رفيده. سؤالك في اي ولايه بمحافظه جنوب الشرقيه يوجد حصني اللويا وجابية الاثريين؟ اللويا وجابية، جعلان بن ابو حسن ام جعلان بن ابو علي ام الكامل والوافي؟ الكامل والوافي. الكامل والوافي. انا عندك الوقت، انا اعطيك ايضا فرصه ثانيه. جعلان يا رفيدة، عندك جعلان بن ابو علي، وعندك جعلان بن ابو حسن، وعندك الكامل والوافي. اذا جعلان، اذا بن ابو علي.
انت ذكرتي جعلان بني بو حسن، اذا حسبت لك يعني الاجابه الاولى اللي هي جعلان بني بو حسن، الاجابه اذا خاطئه. معليش، شكرا لك على المشاركه يا رفيده، نتمنى ايضا مشاركتك معنا في حلقات قادمه. مستمرين ايضا رفيده، للاسف ما حالفها الحظ، يعني من بعد النصف الثاني من الحلقه اللي ربما يعني ما توصلوا للاجابه الصحيحه، عدا فقط قد يكون رحمه الجابريه ربحت معنا 100 ريال عماني. احنا مستمرين ومتواصلين معاكم مشاهدينا في برنامج المسابقه العمانيه، برنامج اسبوعي من 9 وحتى 10 مساء، اسئله وطنيه وثقافيه في مختلف المجالات. نتمنى من الجميع، كل من يود مشاركتنا الطويله الاسبوع طيله الاسبوع بامكانه ارسال رساله نصيه قصيره الى ارقام عمان تل 90128 النورس 90679 فريندي 90128. مستمرين ايضا ومتواصلين، نسعد بجميع المشاركات من مختلف ولايات ومحافظات السلطنه. يعني الحين نقول لمن؟ لليلى الكعبيه. السلام عليكم يا ليلى. عليكم السلام. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا. الحمد لله. من وين تكلمينا؟ من دما والطائين. من دما والطائين، حياك الله يا ليلى، اول مشاركه لك؟ ثاني مره. يا مرحبا وسهلين. يا ليلى، يعني الأسئلة المسابقة العمانية يعني في مختلف المجالات، أسئلة وطنية، كيف شايفة بشكل عام هذه الأسئلة المطروحة؟ يا ليلى، كيف شايفة استفادتك كذا بشكل عام من الأسئلة المطروحة في برنامج المسابقة العمانية، أو بأحرى فكرة برنامج المسابقة العمانية، ايش رأيك فيها؟ زينة متوسطة. يعني البرنامج المسابقه العمانيه نسعى من خلال المساله المطروحه كذا، يعني نحيي خلينا نقول قيم المواطنه من خلال الاسئله المطروحه، وايضا نسترجع ونستذكر هذه المعلومات الوطنيه. يا ليلى، اسئله مجالات مختلفه، نشوف يا بعد كذا المجالات ان شاء الله. نتابع اذا، نشوف يا بعد كذا المجالات مع ليلى. يا ليلى خليك كذا مصحصحه ومركزه ان شاء الله ولا يهمنا. سؤالك مرتبط بالنساء ايضا، فن نسائي تمسك فيه كل فتاه بيد جارتها ويقمن بالدوران والضرب باقدامهن مع رفع اليد وانزالها، ما اسم هذا الفن؟ النيروز او الونه او بوتشح؟ يعني حتى يلا اول شيء قولي يلا الاجابه بعدين بعطيكم المعلومه. عندك النيروز وعندك الونه وعندك بوتشح. ها يا ليلى وينك؟ اعطيني اجابة. ويروز؟ اعطيني اجابة يا ليلى، وين رحتي؟ نيروز؟ للأسف اجابتك خطأ يا ليلى، ما اعرف وين رحتي يا ليلى، عموما يعني اجابتك كانت خاطئة، يعني بوتشح هي الاجابة الصحيحة. وكمعلومة ايضا لجميع المشاهدين ولك ايضا يا ليلى، يعني تم اداء هذا الفن تحديدا في عام التراث عام 1994 احتفالا بعام التراث. عموما شكرا لك على المشاركة وعلى المحاولة. ما عارف يا جماعة الخير، يعني من بعد النصف الساعة الاولى الثانية خلاص، يعني ما يعني معظم المتصلين للاسف ما حالفهم الحظ بالتوصل للإجابة الصحيحة. ما عليه، نشوف متصل اخر، نتابع. خالد شهيم، السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا يا خالد. يا هلا وسهلا. شايف المتصلين اللي قبلك يا خالد؟ والله شايف، وانا جالس بالفعل انتظر هالاسئله الحلوه هذه اللي طرحوها. يعني يا مرحبا وسهلين وحياك الله، وسعيدين ايضا بمشاركتك معنا يا خالد. فقط كنت بوصل لك انه المتصلين اللي قبلك يعني للاسف ما حالفهم الحظ انهم يتوصلوا للاجابه الصحيحه. اتمنى انك تتوصل وتربح معنا 100 ريال عماني، مش فقط 50. يا مرحبا، حياك الله يا خالد. يا خالد، يعني ذكرنا لليلى كذا البرنامج المسابقه العمانيه، فكره البرنامج بشكل عام كيف شايفها؟ والله هو برنامج رائع بالفعل، يعني هذا اساسا في مسميات كانت قديمه. نعم. وطبعا مع يعني الوقت، في الوقت الحاضر بالفعل نحن محتاجين لسماع هذه
المعلومات القيمة هذه عن في البلد يعني. نعم، ودائما يا خالد نقول يعني السلطنة ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعطيها يعني الأمان والسلام يا رب العالمين في مختلف يعني المجالات، إذا جيت في التراث، في الفنون، في الجغرافيا، أيضا في المواقع السياحية التراثية والتاريخية لها يعني صيت واسع جدا في هذه المجالات. يعني إحنا من خلال نعم من خلال برنامج يا خالد نحاول نوصلكم كذا، إحنا نستفيد وأيضا أنتم تستفيدوا من هذه المعلومات إن شاء الله بإذن الله. تتمنى من أي من المجالات تظهر لك يا خالد؟ الثقافة العامة، يعني أنت تريد تشمل كامل كل المجالات ما عليه، نشوف سؤالك راح يكون في أي مجالات يظهر لك. انتابع انتابع، خليك مركز يا خالد، أتمنى لو حد جنبك أيضا سبحان الله سبحان الله، يعني قلت تتمنى المجالات العامة طلع لك في الثقافة العامة مثل ما طلبت سؤالك في يعني. ان شاء الله تعالى تكون ايضا يعني تربح معانا ال100 ريال عماني، مش فقط ال50. في اي عام انشئ النادي الثقافي؟ هل في عام 1983 وعندك ايضا 1993 و2003؟ النادي الثقافي يعني من وين؟ مده طويله جدا. 1983 فعلا فعلا اجابتك صحيحه يا خالد، ب 50 ريال عماني ربحت معانا الان. مواصل لل100 او مكتفي خلاص بال50؟ انا اريدك 100 ترى، انا اريدك 100 افضل من 50. والله يهمك ال100 معاك تعجبني. اذا شوف بعد كذا سؤالك انتابع. احييك يا خالد احييك، نشوف سؤالك. سؤالك في التاريخ يا خالد تسمعني؟ اي معك. تعود فترة وادي سوق المبكرة الى العصر البرونزي المبكر ام العصر البرونزي الوسيط ام العصر البرونزي المتأخر؟ العصر البرونزي المبكر ام العصر البرونزي الوسيط، وعندك ايضا العصر البرونزي المتأخر. دائما يعني في مقولة دائما لما يقول لك اختار اجابة تقول دائما خير شو؟ إذا العصر البرونزي الوسيط في أمانة كان فعلا خلاص العصر البرونزي الوسيط. يعني دائما يقول يا خالد خير الإجابة يعني الوسط، وفعلا العصر البرونزي الوسيط هي الإجابة الصحيحة. 100 ريال عماني خالد، اسمك الثلاثي خالد سعيد سليم الشهيني. شكرا لك يا خالد بأمانة، سعدنا جدا بهذه المشاركة بمشاركتك، نتمنى أنك دائما تكون يعني من المتابعين الدائمين لبرنامج المسابقة العمانية. شكرا من الأعماق لك يا خالد. مستمرين أيضا ومتواصلين مع الجميع، كل من يتابعنا بشكل أسبوع له كل التحية، كل من انضم إلينا في هذه اللحظة أيضا له كل التحية، ونتمنى أنه يستفيد من جميع المعلومات المطروحة في الأسئلة في مختلف مجالاتها. عبد الرحمن، إذا عبد الرحمن اليعقوبي، السلام عليكم يا عبد الرحمن. عليكم السلام. يا مرحبا وسهلين وحياك الله معنا في برنامج المسابقة العمانية. الله يحييك عبد الرحمن، أول مشاركة لك. أيوة أول مشاركة، ونتمنى أنها ما راح تكون الأخيرة إن شاء الله. من وين تكلمنا؟ من ولاية عبري. من ولاية عبري محافظة الظاهرة. يعني يا عبد الرحمن نشوف ويا بعد كذا مجالاتك، مستعد وجاهز؟ أيوة. حد جنبك كذا يساعدك أو بروحك؟ حد جنبي. حد جنبك، ونتمنى لكم كلكم التوفيق. إذا سؤالك خلينا نشوف في الفنون، سؤالك في الفنون أتمنى يا عبد الرحمن حد جنبك بأمانة. فن يؤدى بدون آلات في محافظة الوسطى باللغة الحرسوسية أثناء رعي الماشية أو هدهدة الأطفال، شو اسمه؟ التلولي التلولي أم التغرود أم الهبوت؟ التلولي وعندك التغرود وعندك الهبوت. هاي عبد الرحمن شكل السؤال الصوت يوصل متأخر. التلولي عندك وعندك التغرود وعندك الهبوت. الأولى. الأولى. أنا ما أعرف ليش يعني، أنا أعتقد إن الصوت يصل لك متأخر يا عبد الرحمن. أتمنى يعني إنك تخفض على صوت التلفاز يا عبد الرحمن. الأولى. فعلاً شوف حتى هذا الدليل إنك يعني السؤال يعني صوتي يوصل لك متأخر. أتمنى تخفض على صوت التلفاز، تسمعني من سماعة الهاتف يا عبد الرحمن.
وحتى أنا ما قادر أسمعك بشكل جيد. عموما يعني إجابتك صحيحة كانت 50 ريال عماني. مواصل للمية أو مكتفي بالخمسين يا عبد الرحمن؟ أكتفي. تكتفي وأحييك. وأعطيني فقط اسمك الثلاثي. عبد الرحمن اسمك الثلاثي؟ عبد الرحمن عوض صارف نيج عكوبة. شكرا من الأعماق أيضا يا عبد الرحمن. 50 ريال عماني. احنا مستمرين ومتواصلين مع الجميع، كل من يتابعنا وكل من انضم إلينا في هذه اللحظات ليتابع ويستفيد من برنامج المسابقة العمانية. مستمرين أيضا معاكم، فقط بانتظار المتصل القادم راح يكون عماد. عماد الرواحي صديق البرنامج، ومرحبا بك. هلا أخوي. يا مرحبا وسهلين، حياك الله معنا يا عماد. الله يحييك. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. طمنا عنك، كيف الصحة وكيف الأمور معاك؟ الحمد لله. كل شيء تمام؟ تمام الحمد لله. يا عماد، يا عماد. نعم. يعني نهاية الأسبوع مخطط مكان معين تروح ولا يعني مكانك جالس؟ لا في البيت بس. الله يعطيك الصحة والعافية يا عماد، نشوفه يا بعد كذا سؤالك. نتابع المجالات. نتابع ما أعرف، قد يكون عماد آخر متصل في حلقة اليوم. نشوف سؤالك في الجغرافيا. سؤالك في أي ولاية توجد عين فلق سمود؟ هل في ولاية أدم أم ولاية بدية أم ولاية الكامل والوافي؟ بدية. عندك ولاية أدم وعندك ولاية بدية وعندك الخيار الأخير اللي هو ولاية الكامل والوافي. كامل والوافي. حاول تفكر، عندك الوقت كذا خلاص. ولاية الكامل والوافي إجابة نهائية يا عماد؟ يعني قبل حتى لا أقول خلاص، يعني حسبت لك صحيحة. 50 ريال عماني مواصل للمية أو مكتفي بالخمسين؟ مواصل إن شاء الله. أحييك يا عماد، نشوف يا بعد كذا سؤالك. نتابع، خليك مركز يا عماد. إن شاء الله. نشوف، نتابع سؤال عماد. عماد يعني أسئلة مختلفة متنوعة، مجالات متعددة أيضا، في الفنون، في الثقافة العامة، في العلوم، في التراث، في التاريخ، في الجغرافيا، وسؤالك في المجال قبل الأخير اللي هو التاريخ. إذن عماد آخر متصل في حلقة اليوم، نشوف الإجابة. السؤال: فقيه وناسخ توفي عام 1954 ميلادي، له كتاب كشف الأسرار المخفية وقام بنسخ كتب منها كتاب التعارف، من هو؟ بشير بن المنذر النزواني أم بدر بن سالم المنذري أم علي بن سعيد الربحي؟ علي بن سعيد الربحي. عندك بشير بن المنذر النزواني وعندك بدر بن سالم المنذري. الإجابة الأولى. عندك الوقت يا عماد، والله بيمر. ثانية الإجابة الثانية. بعد ما انتهى الوقت يا عماد، بأمانة ما كنا يعني نريدك تخسر معانا، بس شكلك يعني استعجلت شوية يا عماد. أنا بأمانة حزنت، بأمانة كنت أتمنى أنك تربح معنا كآخر متصل في حلقة اليوم، أنك تربح معنا مبلغ. بدر بن سالم المنذري هي كانت الإجابة الصحيحة، أنت أعطيتني أكثر من إجابة في السؤال. عموما ما عليه، شكرا لك على المشاركة، وأنت دائما من أصدقاء البرنامج اللي نوجه لك كل التحية، ونسعد بجميع مشاركاتك الدائمة وتواصلك الدائم. مستمرين خلاص، إذا آخر متصل لعماد في حلقة هذا الأسبوع. لجميع الأحبة المتابعين، كل من يشاهد ويستمتع ويستفيد من برنامج المسابقة العمانية، نسعد بهذه الاستفادة وبهذه المتابعة. نتمنى لكم إن شاء الله تعالى إجازة سعيدة تقضون فيها أوقات ممتعة بصحبة الأهل، بصحبة الأصدقاء، بصحبة أيضا جميع الأحباب. فقط طاقم العمل يوجه لكم كل التحية، والمخرجة عائشة بنت محمد البلوشية تتمنى لكم أوقات ممتعة أيضا، تحياتي في الأخير سيب بن يوسف الفوري. نشوفكم إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم من برنامج المسابقة العمانية. طبتم على خير، إلى الملتقى أيها الأحبة.